النهاردة الحقيقة شفت فيديو حاجة كده سريعة بيتكلم على المشروعات الجديدة اللي موجودة في الساحل الشمالي واللي موجودة في العلمين واللي موجودة الكومباوندز الجديدة اللي عمالة بتطلع كل يوم دي. واستغربت جدا من اللي في الفيديو بيقول ان مش بالضرورة بس ان انت تكون معاك الفلوس بتاعته. يعني ثمن الوحدة مثلا عند هشام طلعت مصطفى تقريبا حسب الأرقام اللي سمعتها في الفيديو، ياريتني كنت بعته لزملائي، ممكن توصل ل 150 مليون جنيه الوحدة. 150 مليون جنيه الوحدة السكنية، أكيد دي فيلا بقى وعلى البحر وحاجة ضخمة يعني، بس مش كفاية أن أنت يكون معاك ال 150 مليون ده. أنت لما بتروح بتحجز بيتعمل زي انترفيو كده، مقابلة شخصية بينك وبين الموظفين في الشركة عشان يشوفوا انت تقدر انك تتعايش مع المستوى اللي هم حابين يكون فيه السكان ولا لا. فتحس كده ايه ده؟ يعني دي المدينة الفاضلة ولا دي مدينة اغنياء؟ يعني لازم السكان كلهم يبقى فيه تناغم، لكن بنيجي على العمال وبنعرف نسن سننا وننشف ايدينا ونطلع عينيهم. النهاردة حصل اضراب لموظفين في مشروع العلمين بشركات طلعت مصطفى، اضربوا عن العمل. ليه بيضربوا عن العمل؟ عشان ولا حاجه، الاداره قررت ان هي تشغلهم 12 ساعه. 12 ساعه ومن غير اضافي. كده بلاش. يعني هو المفروض يشتغل 8 ساعات، فانت تزود عليه 4 ساعات، يعني تزود عليه نص يوم كمان، نص يوم عمل وتشغله 12 من ساعة، يعني لو بيروح من 8 ل 8 9 ل 9. ورفضوا، وده اللي يجننك، ان يكون فيه بدل لزيادة مدة العمل. والناس طبعا بتعاني والناس بتشتكي، المعيشة غالية، أسعار غالية، كل حاجة عندهم غالية. ورغم كده أنا مش عارفة استوعب. لسه بقول لكم الوحدة، في بعض الوحدات بتوصل ل 150 مليون جنيه، ولو مش هيبيع بالرقم ده ما كانش راح جاب لنا سيلفستر ستالون يعمل الإعلان ويقول له إيطاليا إيه وروما إيه، أنا عايز أروح لساوث ميد عند هشام طلعت مصطفى، ويجي على العامل بيشغله بالسخرة زي ما بنوا قناة السويس، حفروا قناة السويس بالسخرة، بيبنوا في مدينة هشام طلعت مصطفى بالسخرة برضه. فعلا شيء مش مفهوم. في كمان عمال شركة رؤية للمقاولات المصرية في موقع تلال بالعين السخنة، هم كمان نظموا وقفة احتجاجية بيطالبوا فيها بمستحقاتهم المالية المتأخرة بقالهم سنين، مش شهور، سنين، وبيطالبوا الإدارة إن هي تنفذها. عمال شركة رؤية المصرية وعددهم حوالي 200 عامل بيطالبوا ان هم يصرفوا الزيادة السنوية للعمال، الزيادة اللي ما حصلوش عليها من 2019. بيطالبوا ان التأمين الصحي يرجع مرة تانية، والشركة قررت ان هي تلغيه في 2023. بيطالبوا ان الارباح السنوية اللي متوقفة من 2017 تتصرف لهم مرة تانية. بيطالبوا ان بدل غلاء المعيشة اللي وقفوه من 2018 يبدأ يتصرف مرة تانية. بيطالبوا ان اللي عايز يخرج يسوي سنوات التأمين بتاعته عشان الشركة مش بتعمل تأمين على العمال. ده وغيره ناس بتقولك احنا بقالنا من سنتين لست سنين موجودين وغيره، ورغم كده في تعنت مع حقوقهم وتعنت معاهم. انت متخيل من 2019؟ طب فين بقى القانون بتاع الحكومة اللي بيقول لك رفع الحد الأدنى للرواتب وزيادة الرواتب و و و و و عشان بس تبقوا فاهمين صح، ممكن حد لما يسمع بيطالبوا بزيادة الرواتب، بيطالبوا بالأرباح، بيطالبوا ببدل الغلاء، بيطالبوا تقول ياه، ده انت هتلاقي بقى الواحد منهم بياخد كده آخر الشهر 100,000 جنيه. لا، متوسط الرواتب في أقل في أعلى 5,000 جنيه، يعني 100 دولار في الشهر.
اللي هو اقل من الحد الادنى للاجور اللي مصر قالت انها رفعته وزودته بقى 6000 جنيه. الناس كل اللي بتطالبه ان من 5 تبقى 6، بيطالبوا بده، بيطالبوا بالارباح بتاعتهم النسبه المقرره ليهم اللي ان الشركه موقفاها بقالها سنين يحصلوا عليها. طبعا هم زي ما قلت لكم نظموا وقفه، بيكتبوا منشورات على الفيسبوك، بيطالبوا ان يكون في نقابه تدافع عن مصالحهم، بيطالبوا ان حد يهتم بيهم لان هم بيشتغلوا في ظروف عمل شاقه جدا جدا وبطرق طبعا كلها مخالفه للقانون. وكان النتيجه المفهومه واول رده فعل قامت بيها شركه رؤيه ان هي احالت 9 من عمالها للتحقيق لمجرد ان هم كانوا بيطالبوا بالزياده السنويه والتامين الصحي ليهم. الحقيقه كمان شركه رؤيه من الواضح ان هي مش جديدة عليها المشاكل ولا جديدة عليها افتعال المشاكل مع العمال بتوعها. دار الخدمات النقابية والعمالية قالت ان مدير مشروع موجود في موقع تلال السخنة لشركة رؤية رفض استلام مذكرة بعدد من مطالب العمال بشكل رسمي، وقال اللي عايز يقدم شكوى يبعتوها على الايميل بتاع الشركة اللي موجود، لكن احنا مش هنستلم منكم اي حاجة. وبعدها على طول هوب قررت ادارة الشركة ان هي تحيل 9 من العمال للتحقيق معاهم، وقالت يعني استدعتهم امبارح للمقر اللي موجود في القاهرة وبدأوا معاهم تحقيق بسبب ان هم بيطالبوا بحقوقهم وبحقوق زمايلهم، بيطالبوا بالحد الادنى للرواتب اللي هم متوقفين عنه بقاله فترة. في كمان عندنا، انا عايز اقول لكم في هيثم المحامي هيثم محمدين بيتكلم عن الظروف بقت صعبة والناس وضعها بقى صعب، وده احنا كده بقى رايحين فين لعمال سمنود. هم كمان، ما احنا بقالنا فترة عندنا مشاكل مع العمال، بقالنا فترة مش النهارده بس، يعني احنا يمكن موضوع رؤية وموضوع الاضراب اللي عاملينه بتوع هشام طلعت مصطفى هو اللي فتح الموضوع، لكن الحقيقه احنا بقالنا فتره في اضطرابات موجوده على المستوى العمالي، والعمال بيطالبوا بحقوقهم وبيطالبوا بتحسين رواتبهم، اللي هم تحسين الرواتب ده اللي هم بيطالبوا بالحد الادنى، عشان بس ما حدش يفهم ان هم عايزين يعيشوا كويس او يعيشوا بكرامه، لا هم بس بيطالبوا بالحد الادنى للرواتب بتاعتهم. والمفروض الحكومه زي ما بتكون حريصه قوي وعارفة ازاي تجيب كل مليم احمر من عين المواطن، ان هي كمان تجيب له حقوقه في المقابل من الناحية التانية، زي ما بترفع عليه اسعار الكهرباء واسعار الوقود واسعار التذاكر واسعار كل حاجة في الحياة، تبقى عارفة ان في الناحية التانية في المقابل تقدر انها تضمن له حقه في المؤسسة او الشركة او المصنع اللي هو بيشتغل فيه انه ياخد اللي قررته الحكومة على الاقل. هيثم محمدين بيتكلم عن ظروف الناس بقت صعبة، والناس مخيرة بين حاجتين، إما إنها تجوع أو إنها تتسجن. إنه الظروف بقت صعبة جدا للدرجة إن الناس مستعدة تدفع التكلفة والضريبة أيا كانت عشان ما بقاش قادر تاكل. يعني الموضوع بقى متعلق بإن هي يا تموت من الجوع يا تروح سجن. فبقت الناس تضطر إن هي تتحرك رغم إن عارفة إنه في ضريبة بالتأكيد هتدفع إذا مارسوا حقهم في الاحتجاج. كمل يعني في فيديو آخر برضو وهو بيتحدث عن أن الدولة بتتعامل مع كل الملفات بشكل أمني، كل الملفات بيتم التعامل معها دلوقتي بشكل أمني، وأن ما فيش أي مساحة للتفاوض سواء جماعيا أو حتى نقابيا. الدولة بتتعامل مع كل الملفات تقريبا بشكل أمني، ما فيش أي مساحة للمفاوضة الجماعية والعمل النقابي، ورغم أن هم وعدوا النقابة والنهارده حاسين رئيس النقابه، العمال تقدموا بشكاوى للوزاره ولمكتب العمل ولمجلس اداره الشركه، يعني سلكوا كل السبل الممكنه للوصول لحقهم في الحصول على الحد الادنى للاجور اللي قرره رئيس الدوله. يعني الحقيقه هو حاجتين، النهارده العامل من دول يا يجوع وما يعرفش ياكل ازاي، ولما يحاول انه ينتفض ويحاول انه ياخد حقوقه يتسجن زي ما حصل كده، وفي 9 لسه متحولين، وفي بعض الحالات الكتيره اللي عرضناها لكم قبل كده وجبناها وشفناها بنلاقي ان الامن
رايح يعتقل القائمين على الاعتصام او الوقفه الاحتجاجيه او اللي بيطالبوا بحقوقهم، وان الامن بيتدخل لصالح دايما صاحب العمل وصاحب المصنع وصاحب المؤسسه وغيره. وزي ما اشار هنا ان الدوله بتتعامل بشكل امني، مفيش ابدا عندنا اي مساحه للتفاوض. كمان الصحفي هشام فؤاد اتكلم عن معركه العمال وقال انها مش بس من اجل لقمه العيش، لكنها معركه لانتزاع الحريه لمجتمع بالكامل. في حاجه الحاجه الثالثه اللي انا اشاور عليها ان معركه العمال هي في الحقيقه مش بس معركه لقمه العيش، هي كمان بينتزعوا للمجتمع كله حقه في التجمع السلمي، حقه في الاعتصام، حقه في التظاهر اللي صديته السلطه السياسيه. فدي معركه على كل القوى السياسيه انها تشوفها بالشكل دوت، انها مش بس معركه على توزيع الثروه في المجتمع ومعركه، وده حاجه مهمه جدا، على توزيع الثروه في المجتمع لصالح العاملين باجل وصالح الفقراء، دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا، لكن كمان هي معركه لانتزاع الحقوق الديمقراطيه للمجتمع كله. ولابد للقوى الديمقراطيه انها تبقى على قد المسؤوليه بجد. وتقف معلومه.